بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنفيذ حملة تفتيشية واسعة تشمل كافة أرجاء المملكة بهدف التحقيق أو التحقق من صحة وسلامة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وشمول كافة العاملين بأحكامه. للمزيد عن الحملة التي انطلقت يوم الاثنين ومدى تعاون مؤسسة الضمان مع المنشآت والأفراد غير المشمولين بمظلتها في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الإعلامي للمؤسسة شامان المجالي. أهلا بك سيد شامان. أهلا سيد. سيدي، بداية، ما هي أبرز أهداف الحملة التفتيشية ولماذا تم إطلاقها في هذا الوقت تحديدا؟ بداية وقبل الحديث عن الحملة، اسمح لي أن أستقل هذا اللقاء لأرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد استقلال المملكة 75. أما عن أهداف الحملة التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تزامنا مع عيد الاستقلال يوم أمس الاثنين برعاية عطوفة مدير عام الضمان الاجتماعي، فقد استهدفت شمول العاملين غير المشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي. كما تعلم، خلال جائحة كورونا المؤسسة أطلقت العديد من الخدمات والمبادرات، ولكنها لم تستطع الوصول إلى كافة العاملين في المملكة بسبب أنهم ليسوا تحت مظلة الضمان الاجتماعي، حيث أن هنالك ما يقارب 35% من القوى العاملة غير مشمولة في الضمان الاجتماعي. وبالتالي أعدت المؤسسة خطة شاملة كي تقوم بالتفتيش على كل المنشآت في كافة أرجاء المملكة، من خلال ما يقارب 127 موظف من موظفيها المدربين والخبراء في المجال التأميني، ومهمتهم ستكون توضيح قانون الضمان الاجتماعي لأصحاب المنشآت والعاملين بها وما يترتب عليهم من التزامات ومن حقوق، ومن ثم اتخاذ القرارات اللازمة بشمول هذه المنشآت والعاملين بها. نعم سيدي، أيضا يعني خلال الجائحة أطلقت المؤسسة مبادرة اشمل نفسك، ما هي أبرز نتائجها وهل حققت الأهداف المرجوة منها؟ نعم، قبل أن أتحدث عن المبادرة دعني أشير إلى نقطة على قدر عالي من الأهمية في هذا الموضوع، أن المؤسسة يعني لا تهدف من خلال هذه الحملة إرهاق الأنشطة الاقتصادية وترتيب أعباء مالية كبيرة عليها، فلن يتم شمول المنشآت والعاملين بها بأثر رجعي، وإنما سيتم شمولهم بشكل فوري واعتبارا من تاريخ الزيارة التفتيشية. لن نعود للخلف ونكسر مجاديف هذه المنشآت. نريد أن ندعمها ونحافظ على عمان. نعم، يعني بعض الأفراد تفضل. أما بالنسبة لمبادرة اشمل نفسك التي أطلقتها المؤسسة من خلال البوابة الإلكترونية، فحقيقة لاقت استجابة عالية من العمال في المنشآت غير المشمولين، حيث تقدم لهذه المبادرة ما يزيد يعني ما يقارب 4500 عامل قدموا وطلبوا شمولهم بأحكام القانون، حيث أنهم يعملوا في منشآت لا تقوم بشمولهم. نعم. وحقيقة المؤسسة بشكل فوري وبالمحافظة على سرية المعلومات التي حصلت عليها قامت بالتفتيش على هذه المنشآت وما استطاعت أن تشمل من هؤلاء العمال، والعمل جاري على متابعة هذه الحملة أولا. سيد شمان، لضيق الوقت، يعني بعض الأفراد في المنشآت يكونون هم أنفسهم أصحاب العمل أو يشغلون موظفا واحد ويرون أنه لا داعي لشمولهم في الضمان، هل الشمول اختياري وكيف لهذه الفئة أن تشمل نفسها إذا كانت ظروفها الاقتصادية صعبة جدا؟ باختصار شديد، كل منشأة فيها عامل واحد حتى وإن كان مالكها يجب أن يخضع في الضمان للضمان الاجتماعي كصاحب عمل ما لم يكن متقاعدا تقاعدا مدنيا أو عسكريا أو حاصل على رأس التقاعد ضمان. بخلاف ذلك، حتى وإن كان يعمل لوحده أو لديه عامل واحد يجب شمول المنشأة بأحكام القانون. نعم، الناطق الإعلامي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شمان المجالي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.